طيب ما كان عندك امام عاشور مش امام، طب ما هو امام جاي الاهلي وغير امام جاي الاهلي وغيره. وبعدين يا جماعه ما فيش فريق يقف على لاعب، يعني الزمالك ما يقفش على امام عاشور ولا غير امام عاشور، عندك احسن منه مليون مره، ما عندك زيزو وعندك غيره وغيره وغيره من غير ما نقعد نسمي. في لعيبه كويسه يعني امام هو عندك، هل امام طلب يمشي؟ قال لك عايز احترف، طيب راح الاحتراف، عمل ايه في الاحتراف؟ وانا كنت اتمنى امام وغيره يكون عندي بدل 5 6 7 يكون عندي 15 20 واحد محترفين بره، انا شخصيا بتكلم اهو. امام وغير امام، اي حد يجي له احتراف يحترف، في الاخر الاهم من كل ده المنتخب. يفيد المنتخب. الاحتراف يفيد المنتخب. طب ما كملش، تجربه احترافه ما كانتش ناجحه، تجربه مش ناجحه. اسبابها ايه مش عارفين، لكن ما كملش. طب غيره ايه؟ مفيش حاجه اسمها فريق يقف على لاعب. النادي الاهلي طلع منه فتره كده عبد الله السعيد واحمد فتحي ومش عارف مين ومين، ياثر على النادي الاهلي؟ لا طبعا. مفيش نادي كبير يقف على لاعب ولا اتنين ولا خمسه ولا سبعه. ما انت نادي كبير ازاي؟ نادي الزمالك نادي كبير جدا، لو مشوا ال 10 منه عنده غيرهم، واي حد يتمنى يلعب للزمالك، سيبكم من اي اوهام تانيه، يتمنى يلعب للزمالك، اي لاعب يحب الزمالك ويحب نادي الزمالك ويلعب في الزمالك وعايز، بس الناس عايز ايه؟ عايز استقرار، عايز استقرار في نادي الزمالك عشان تبدا الناس تلعب يا جماعه، والناس والجمهور. أسوأ حاجة في الأندية عدم الاستقرار، أسوأ حاجة. فلازم ده يتشاف، يتعمل إزاي؟ يحصل استقرار عشان تبدأ تشتغل على لعيبتك، عندك بطولات لأن جمهورك طالب منك تجيب له بطولات. أنا غضب زملكاوية اللي بيقابلوني من يوم الماتش لحد النهاردة مش عايز أقول لحضراتكم بيتكلموني إزاي، بيتكلموني أنا، هم عارفيني طبعًا، بس أنا بتكلم عشان جمهور أمانة بيحملني رسايل، حملني رسايل، الناس زعلانة، عايزين فريقهم يرجع، عايزين فريق نادي الزمالك كده يرجع قوام نادي الزمالك، يبقى الزمالك المرعب يخوف أي حد. لكن ماتش الخميس ده لا، ماتش خلاص الزمالك لازم يقعدوا كده ويحاسبوا إيه اللي حصل في الماتش ده. الأهلي كان عالي جدا، عالي جدا عشان الاهلي نازل يفوز مش نازل يتدلع. يعني كنا بنقول ايه؟ ماتش قمه وخلاص خدنا الدوري، قال لك مفيش حاجه اسمها كده. مدير الفني قال لك مفيش حاجه اسمها كده. ده قمه لوحدها، بنزل اللعيبه اللي عندي احسن لعيبه، واللعيبه نزلوا عملوا ايه؟ من اول ثانيه كلوا النجيله. كل النجيله من اول ثانيه. ما فرطش في الفوز، وكان ممكن بقول لكم يوصل 5 و6 و7 الماتش ده. ده من كرم ربنا ورحمه ربنا ان الاهداف يعني كان ممكن يبقى 7-2 مثلا. الماتش ده 7-2 او 6-2 الماتش ده يخلص. خلص 4-1، نتيجة ايضا تقيل على نادي الزمالك. واي حد بيتغلب هو يعني انه في الاخر انت عندك جمهور. شوف انت لما سجلت الاول وبعدين التاني والتالت، شوف الجمهور عمل ايه، والرابع وانت مستني، والرابع ده يعني شوف علي معلول منين، وبعدين صبحي محمد صبحي، مش معقول. هل هو محمد صبحي اللي كان واقف امبارح يوم الخميس؟ هل ده صبحي اللي نعرفه؟ كل الشوطه بتيجي جون ما عدا الكره اللي جايه في القائم والكره الثانيه وكهربا اللي هي الكره اللي شاطها يعني ضعيفه، يعني لو شويه شويه كانت زغرتت. مبروك للنادي الاهلي، مبروك على هذه الروح، ومبروك كمان على الاداء وغير الدوري كمان، والاهم كمان البطولات.